والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر نموذج البحر قليل وجود في الاستباق بالقرآن والسنة معه. لأن ربنا سبحانه وتعالى ونبينا كذلك عليه السلام منا وزع علينا كل الحكم بما فيها حسن الأشياء. وفي ذلك الباب في هذا الباب يقول علي كرم الله وجهه ما يلي: أحمل نفسك من أخيك عند صرمه، أي عندما يقاطعك، فتجمل بالصبر، أفرى نفسك ألا تكون ترد عليه بالمثل على الصلة، لو تحمل نفسك على الصلة. وعند صدوده، أي عندما يبعد ويهجم، على اللطف والمقاربة. اللطف هو البر الذي لا يبلى كما يقول النبي عليه السلام. وعند جموده، أي ما عاد شيئك يروق ومشي ينصحك ويقول لك نحبك، وإلا ينفق عليك ما نفق منك في العسر حبك. على البغي أنت تعطيه، يعني عندك ما تعطي من نصيحة من دعاء مقبول وعلى مجهد. وعند تباعدي على الدنيا، لو دائما تقابل الشيء بعكسه، إذا كان وأساء فأنت تعصي. وعند تباعدي على الدنوي، وعند شدتي على اللين، أمور واضحة. وعند جرمي على العذر، يعني دائما تزوج الأعذار كما قال سيدنا عمر بن الخطاب، يعني يبدا يتلمس الاعذار ولو 73 ولا 74 74 عذر على جهلي وسوء وقله مروءتي وهكذا، حتى كانك له عبد. شوفوا يوصل، هذا ما ناس خلال وجوده. والناس اللي اعتبر روح من هذا القبيل هم من هم بحاجه في منهم اخواننا الصالحين من الصوفيه، حتى كانك له عبد وكأنه ونعمة عليك. وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه، لأن وقتها مش كل يتخلط، مش كل يتعاون الظالمين على ظلمك وظلم الآخرين. كما تو إخوانا في مصر أنا تميعوا حتى ما أنا اليوم واحد خبيث واحد فريعن، والله ما أذاقهم ما لم يكن بالحسبان، وسرق منهم حلاوة العيش بعد فوت الطغيان المنحوس اللي سبق. وحتى كأنك لو عبد وكأنه ذو نعمة عليك، وإياك أن تضع ذلك بغير موضعه أو أن تفعله بغير أهله. لا، يعني الإحسان تظلمه حين مش تعطيه لغير أهله، يعني بعد ما اختبرتم وقيتم ما يفيد فيهم شيء لابد من هجرانه. لا تتخذن حتى موانا ربك اللهم تشوفها، لا تتخذين عدو صديقك فتعادي صديقك. وهذا من الحكم. وامحض اخاك النصيحه، يعني تعطي نصيحه خالصه لك، الدين النصيحه، حسنه كانت او قبيحه. وتجرع الغيره، يعني في سورتين وموجود لكم، وتجرع الغيره فاني لم ارى جرعه احلى منها عاقلة، أي تجرع للغير، يعني هي جرعة الدوز البوسيون التي تأخذها معناها تلقى الإيد يسمو أنك حقيقة عفست الشيء على الشيء اللي فيك وأريت غيرك ما يريده الله منك، لأن يعني الله غفور رحيم وربي يحب وعفو وأصفح وكل سلام وكل سلام. ولا ألذ مغبة، يعني عاقبت ما قلت به من كظم الغير، عاقبت ما تكون كالذي ذا. ولن لمن غلظك، يعني كل انسان يستعمل معك الغلظه، حاول وريني انه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان له ولي حميم. اذا كان انت تقابل السيئه بالحسنه، فاني لم ارى جرعه احلى منها عاقبه، ولا لألذ مغبه. ولن لمن غلظك فانه يوشك ان يلين لك. قلنا دائما، قلنا النبي عليه الصلاه والسلام
تبغض مريضك هونا على عشان يكون أحب لك يوما ولا أنا أيوه. وخذ على عدوك بالفضل لأنه أحلى الظفرين يعني أعلى النصرين هو أن تأخذ عدوك بالفضل يعني بالفضل من الصبر بعد من الإحسان. وأنا أعرف شوف القرآن والسنة شو يزرع في قلوب المجتهدين وهذا الشباب هذا عليه كرم الله وجهه من الشباب وتلقنا من القرآن والسنة ما جعله عندما قال هذا هك ناصح فإنه يشك أن يلين لك وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى البطرين وأنا أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما مش معاوية قال خلي شعر لا قالوا صحيح أو صحيح بكونكريت وخذ على عدوك بالفضل فإنه أحلى البطرين وأنا أردت قطيعة أخيك لأن أصبح من الجاهلين وأصبح من الظالمين نفسه لغيره لأهله وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية لعلك بقية لك من القرب ومن المسامحة وعلم ما تلمح له أنك حقيقة تريد بالخير أن لا تلقينه درسا غليظا بقية يرجو إليها إن بدا له ذلك يوما ما ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه احنا ما تخونوش امانات انت احسن من النبي ستجد ان شاء الله احسن مما نويت ولا تضيع عنا حق اخيك اتكالا على ما بينك وبين المجرم انا على خاطر صحيح يطلع السلكه ولا نعمل على اخويا ما يقيده ابدا او يظلمه او يظلم حقه ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه ولا تضيع عنا حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه ولا يكن أهلك أشقى خلق بك ولا ترغبن في من زهد عنك معزه ولله العز ولرسوله المؤمنين لكن المنافقين لا يعلمون ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان شيء دائما يرجع كفة الخير ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك يعني احنا مش تحطوا بظلم الناس واعفوا واصفحوا وقول سلام ولا سلام عليكم لا نبتقي جاي وإلى خطابهم جاي ما قالوا سلام هذا ديدان وهذه حجتنا عند الله أن نتخلق بالقرآن بخلق رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام فإنه يسعى في مضرتي ونفعك يعني كل من يقرب الظلم هو يسعى إلى حتفي ويخدم فيك من يما أمرت فإنه يسعى في مضرتي ونفعك وليس جزاء من سرك أن تسوءه ولا يجوز لنا أن نرد الإحسان بخير منه أو بالنفي كأن نرد السلام ترد التحية كما هي وأنا أخير منها لأن احنا صح ذوقنا رفيع وأردنا الله المحاسن الكبرى وأبعد عن المساوئ غلاظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربكم.